اولا حصه المواطن من الدعم 50 جنيه، صح؟ فاولويه عندنا وللمواطن الزيت والسكر. كيلو ازازه الزيت 30 جنيه كيلو السكر 12 جنيه يبقى ده 42 جنيه نعم. باقي 8 جنيه في كيس مكرونه يبقى دي حصه المواطن. طب الرز بقى مكانه فين دلوقتي؟ ب 12 جنيه تسعيرته مثلا داخل المنظومه هيبقى ملوش مجال. نعم. فاولويه للاساسيات، اساسيات الزيت والسكر. لا هو الرز سيد بيه انا اسف الرز هو في ناس مش عايزه الرز يعني؟ يعني لما كنتوا بتعرضوه على البطاقه ما حدش كان بياخده؟ كانوش بيشتروه؟ لا كان بيتاخد، ما كان في مجال فيه في قيمه الدعم قبل ما الاسعار ترتفع كان موجود. طب يا سيد بيه ليه تجبرني ان انا اخد، مش عايز زيت، انا عايز رز الشهر ده، ما عندي زيت في البيت، عايز رز، ليه تحرمني منه؟ والله يعني هي المنظومه بنقدر قيمتها بحسب قيمه الدعم يا احمد بيه. ثانيا تدخلنا السنه اللي فاتت يا فندم دعم ايه؟ انا بتكلم 127 مليار منهم 37 مليار لدعم السلع اللي سيادتك بتتكلم عليها، 37 مليار. اتفضل اتفضل يا فندم وضح. عندنا سلعة الرز، اولا انتاجنا السنه دي ان شاء الله يغطي احتياجاتنا فيما فوق. عظيم. في يبقى ما عنديش ازمه. طيب. لا ما عنديش أزمة. أزمة. لا ما عنديش أزمة. لا ما عنديش ولا عندي عجز. عندي فائض، صح؟ عندي فائض في المعروض داخل السوق. اتفضل يا فندم. وعندي عرض وطلب، السوق الحر عرض وطلب. النهارده السوق حتى لو المسعر في المجمعات ب 22 جنيه وموجود على في كافة المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وعندي سعر السوق في الأسواق الحرة لو في الأسواق الشعبية هتلاقيه أقل من 22 جنيه. نعم. ليه؟ لأن محصولنا الجديد نزل. نعم. محصول 23 نزل، فإن شاء الله هيبقى المعروض داخل السوق أرخص من المعروض داخل السوبر ماركت والمحلات. ده السياسة العامة، بإننا احنا بنوفر الأساسيات، أساسيات المواطن الزيت والسكر، ده أهم حاجة عندنا في منظومة التمويل. سيد بيه أنا النهاردة حضرتك بتقول لي أنا دلوقتي أسرة أربع أفراد، عندي 200 جنيه مش كده؟ طب ما أنا بال 200 جنيه ممكن آخد رز، وآخد سكر، وآخد زيت، وآخد عدس، وآخد شاي، وال 200 جنيه موجودين مستمرين، انا اسره عايز محتاج رز يا فندم، ليه تحرق؟ انا تاني السؤال، طالما عندي فايض ليه تحرمني من منظومه التموين؟ الرز يكون على منظومه التموين بغض النظر، ما انت ما تجبرنيش ان انا اخد ده وما اخدش ده. لا هو طبعا احنا مش هنجبر المواطن ياخد ما ياخدش، هو المفروض كافه السلع متوفره باسعارها المحدده من قبل الدوله. ووجود الرز برضه في اساسيات، فعلا ده اساسي، يعني الرز على المنظومه بالظبط كده اساسي. يعني هل في بيت النهارده ما بياكلش رز؟ لا طبعا، من ربع المستحيل، يعني هو من ربع المستحيل. احنا بنستهلك اكتر من 3 مليون طن رز في السنه استهلاك. ولا الرقم ده مش دقيق؟ لا هو دقيق، لان احنا عندنا مساحه مليون و200 الف او 6 من 10 مليون و600 الف 600 ألف. فالمساحة دي اضربها في 3 طن متوسط انتاجية الفدان. نعم. يعني هتدي رقم مهول. فالوفر في السوق الداخلي متواجد الرز كويس. وحسب معالي الوزير ما صرح امس. نعم. ان الرز كان داخل المنظومه لحد يعني ما خرجش من المنظومه الا برفع قيمه السلع داخل الدعم. نعم. فتواجد الرز في بعض المجمعات مركون، يعني ما كانش يعني بيجر عليه، كان بياخده. يعني انا النهارده حضرتك يا سيد بيه، حضرتك وكيل وزاره التموين، وانا كل التقدير لحضراتكم. المواطن يا فندم كان بيدور على الرز ما بيلاقيهوش، ده الناس كانت بتدخل معانا هنا يا فندم ما كانوش بيلاقوه، مش مركون، ما كانوش بيلاقوا الرز. لا احمد بيه، قول يا فندم. كان عندنا في فجوه، فدخلت استردنا شويه رز من الهند وسدوا الفجوه دي. ال 25000 طن تقريبا بالظبط كده. فتواجد الرز في المنظومه لغايه ما محصولنا الجديد دخل. نعم. ان حاليا دلوقتي عندنا وفر في المعروض في كاحتياطي موجود داخل الدوله يكفينا ان شاء الله لموسم 8/24 باذن الله تعالى. طيب انا هي المشكله دلوقتي ما بين كلام حضرتك وكلام اللي حصل، انه كان انا عندي الدعم والدعم موجود ومستمر. انا ما بين الكلام احنا مع بعض، انه ليه انا المواطن اساسياته زيت وسكر، لا في مواطن اخر
عايز رز وسكر، في مواطن اخر لا عايز زيت ولا سكر رز، عايز حاجات تانية، في مواطن ثالث عايز الحاجات دي كلها مع بعض. ليه انا تاني احرم لمواطن انه حقه ياخد رز مدعوم، الدولة دعماه، سيادة الرئيس دعمه، سيادة الرئيس قال ادوا الناس، قلت لنا 32 سلعة موجودة، ما تحرمنيش يا فندم من اي سلعة. وانا كمان انا اللي قرر كمواطن، مش حضرتك تقرر لي خد ايه وما تاخدش ايه، انا اسف والله. على فكره برضو ده مقترح يحترم، لان فعلا المواطن على حق. ايوه، واستهلاكه ده حريه شخصيه. بالظبط كده. ووجود الرز ده هيساعد في الاكتفاء الذاتي داخل الاسره. احيي حضرتك، ده كلام محترم. هو كده يعني، هي لان هي دي وجهه نظر مواطن. انا ما اجبرش المواطن احدد له يشتري ايه وما يشتريش ايه. حضرتك مديله دعم كدوله سياده رئيس، سيبه يختار اللي هو عايزه، ما تقولوش خد الرز حر. ليه حر؟ ما انا ممكن اخده ب 12 جنيه بدل 22 جنيه. صح؟ صح. فحضرتك مع الراي يعني. طب يبقى انا النهارده لما يبقى عندي قرار زي كده لازم اراجع نفسي، اراجع حسابات، لان هو المواطن النهارده وحضرتك بتتكلم وسياده الوزير بيتكلم انه عندي فائض. فائض. لما عندي فائض المنتج المحلي، ما خلاص تديهوني على بطاقه التموين. ده انا بتكلم على الناس اللي بجد اللي هم الاكثر. هو مين بطاقه التموين يا فندم؟ مين اللي معاه بطاقه التموين؟ ممكن تقول لي؟ عندنا ما يعادل 70 مليون مواطن. كويس قوي. اللي هم مين؟ يعني المتوسط والاقل من المتوسط. مش كده؟ فئات ال في واحد غني بياخد تموين على البطاقه؟ المفروض ما ياخدش. لا ما بياخدش. ما احنا عملنا تنقيه، ما ده تبقى مصيبه لو في اغنياء بياخدوا، ما اعتقدش يعني. صح؟ صح. فانا مع المواطن اللي هو الاكثر احتياجا محتاج الرز. تمام. حضرتك معانا في الراي ده ولا لا؟ انا معاك، انا معاك ان المواطن دايما في استهلاكه حر في اختيار السلعه اللي يستهلك. احنا خرجت من امتى، خرج من امتى الرز من على بطاقه التموين؟ ما هو ده لسه في خلال شهر 7 و8 بس. لا اكثر ولا اقل. لا. يعني 7 و8 هو ده يعني اللي كان يعني ايه شبه بعض تحكم بعض المنتجين في التوريدات، لا اكثر ولا اقل. اما كرز كاحتياطي في الدوله، لا الرز موجود. موجود جدا بكميات رهيبه. سياده يعني الوزير لسه بيتكلم امبارح او النهارده كان مع دوله رئيس الوزراء بيتكلم على 3.3 شهر. ده حقيقه. ده وبعد احتياطي. كام يوم دخل لنا الانتاج الجديد. فعلا بدا يدخل الانتاج الجديد، محصول 23 دخل. فعلا بدا النهارده الحمد لله خير وبركه. لما يدخل ده يبقى العائد على مين؟ على المواطن. ما انا بقول لحضرتك في الاسواق الشعبيه لو سالت على الرز وصل لغايه 15 جنيه في عرض وطلب، اللي هم يعني في الريف بتاعنا بيتعرض النهارده ب 15 جنيه الابيض بالكيلو. بسبب ان النهارده الفلاح، لان كان الكميات المخزنه عند الفلاح، فبدا المحصول الجديد ده يدخل فبدا العرض يزيد. فبدا السعر ينزل. نعم. لا بس هو بره عندكم في الجمعيات ب 22 مش كده؟ ده لان ده معبأ وكسر 5% ويعني درجه اولى. درجه اولى. طيب متوفر عندي. حضرتك بتقول مين اللي كان بيحتكر؟ ده الفلاح اللي كان مخزن كمياته عنده. في بدا المحصول الجديد يظهر، فبداوا يعرضوا الكميات اللي ايه؟ المخزنه عندهم. نعم. دلوقتي. نعم. فالمعروض زاد. معروض. نعم. داخل السوق المحلي زاد. نعم. في الاسواق الشعبيه دلوقتي بيتباع اللي وصل لغايه 15 جنيه. نعم. الابيض. نعم. طيب يبقى احنا ما عندناش، اولا عندنا ما عندناش عجز على الاطلاق في الكميات اللي موجوده لا في لا الاسواق. لا لا الحمد لله بفضل الله الحمد ما عندناش عجز. اللي موجوده في الاسواق والحر ومنافذ التموين والجمعيات وكله، صح؟ تمام. طيب. تمام. لا ما فيش. وما عندناش تراجع مخزون استراتيجي ولا عندنا؟ لا 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 موجود مخزوننا، مخزوننا الاستراتيجي موجود. ما فيهوش تراجع. لا 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 لا. والكميات اللي بنضخها موجوده. موجود مستمر. كميات وافره. يعني كسلع. لكن دلوقتي ما اقدرش اقول عليه سلعه تموينيه، اقول حر. بالظبط كده. هو ده هو بس جاي من منظومه الربط اللي بقول عليك عليها، اللي هي ال 50 جنيه اولويه عندنا في الاستهلاك الزيت والسكر كاساسيات بسبب فروق الاسعار بين
منظومه التموين والسوق الحره، فالمواطن بيستفيد من الاساسيتين دول. يعني احنا لو زودنا الدعم ده 10 جنيه كمان يقدر المواطن ياخد رز وزيت وسكر في الحاله دي؟ 10 جنيه. يعني بدل 50 يبقوا 60 جنيه ممكن ياخد، هيبقى ياخد كيلو كيلو سكر، كيلو رز مع كيلو سكر والزيت. عظيم. فيبقى المتاح للمواطن عنده حريه اكبر في السلع الاساسيه الاختيار. بشكرك شكرا جزيلا استاذ السيد دايره وكيل وزاره التموين في محافظه الدقهليه، كل التحيه لحضرتك.